طارق مدكور، موزعنا الموسيقي العبقري طارق مدكور يعود مرة تانية لتعاون مع سميرة سعيد بعد حوالي 20 سنة تقريبا لو أنا فاكر. خلينا ناخد معانا موزع الموسيقي الكبير العبقري رجل النقلات طارق مدكور. أهلا 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 أهلا. ازيك يا يوسف؟ وحشني قد الدنيا. مساء الفل. وانت كمان وحشني جدا. انا مش عارف كريم مدكور بيوصل لك السلامات ولا لا؟ بالتاكيد بالتاكيد. اصل انا بقول له عارف يا كريم لو انا عرفت انك ما بتوصلش السلامات هخنقك واحنا قاعدين في المكتب. لا 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 بيوصل طبعا. انت طيب. وحشني جدا والله وانت جداً. اكتر بكتير مش متخيل والله العظيم حقيقي يعني. ودايما في سيرتك بالخير. خليني هرجع على التعاون بعد 20 سنة. تمام. ايه اللي حصل خلى انه يحصل هذا التعاون المثمر والبناء؟ وزي ما كنت بقول يوم ورا يوم اللي عملت نقلة، ونقلة الحقيقة كمان للموسيقى بتاعتنا، يعني العالم كله بقى بيسمع موسيقى مصرية بتوزيع مصري. هو في الحقيقة ال20 سنة اللي فاتوا يعني ما احنا ما كناش بعاد عن بعض ابدا، بالعكس احنا بنتقابل دايما بنتكلم دايما وبنحاول نلاقي حاجة ممكن تبقى مشتركة ما بيننا نقدر نعملها وتبقى فيها جديد أو فيها فكرة مختلفة. حاولنا كذا مرة بس للأسف ما كناش بنوصل دايما، وكنت يا إما أنا بتوه منها يا إما بتوه مني وما بنوصلش النتيجة في الآخر. المرة دي الحمد لله أنا كنت بالصدفة قاعد مع الملحن الجميل العزيز شافعي. الله حبيبي. وقاعدين بنسمع كده وبقول له أنا بدور على أفكار جديدة، أنا عايز حاجة مختلفة، أنا مش عايز أعمل اللي أنا بقالي سنين بعمله، أنا عايز أعمل حاجة جديدة، عايز أروح خطوة تانية لقدام، مش عايز أفضل في نفس المكان، مش عايز يعني فكرة الجري في المكان دي فكرة مش لطيفة يعني. صح. وعشان كده أنا مقل في الأعمال، لان دايما كل بلاقيه دايما غالبا هو نفس الحكايه تاني وتالتي. حلو كل حاجه بس مفيش اي حاجه جديده. المهم عزيز سمعني كذا حاجه وبعدين سمعت الاغنيه دي عجبتني جدا، يعني ما كنتش بدور لحد معين، انا بدور على فكره الاول. فسمعت الاغنيه عجبتني جدا، هي كلامه ولحنه حلو والمفردات فيها فكرة واللحن فيه فكرة وفي نقلات جديدة وغريبة وممكن يتعمل منه حاجة بنفس الـ يعني شخصيتي موجودة وكل حاجة والتوقيع بتاعي موجود، لكن الفكر نفسه يعني واخد خطوة جديدة قدامي. فقعدت أفكر مين ممكن يقول الأغنية دي وتطلع حلوة. يعني سمعت على طول سميرة بتغنيها في ودني وأنا سامع الأغنية على طول، الصوت رن في ودنك. يعني حسيت ان هي يعني هي سميره هي اللي هتوصل الاغنيه دي بمنتهى الحرفيه. قلت لعزيز وفعلا عملنا اتصال مع سميره وعزيز قعد معاها سمعها اللحن، وهي في الاول كانت مقلقه شويه لان هو زي ما بقول لك يعني في جراءه شويه وفي اختلاف سنه يعني. انما على طول هي قدرت تفهم دماغي وكده وابتدينا. قعدت طبعا فتره الاول افكر ازاي هعمل شكل المختلف ده، وخصوصا ان هي فيها جزء شرقي وجزء غربي، بس لا الشرقي زي الشرقي اللي كنا بنعمله قبل كده ولا الغربي ولا الغربي زي الغربي اللي عملناه قبل كده. يعني الكونسبت واحد بس التنفيذ مختلف. والحمد لله وصلت لشكل مرضي يعني، وانا مبسوط منه وهي كانت مبسوطه منه، غنينا وكملنا الاغنيه نفذتها وجاهزه مفروض ان شاء الله المفروض نازله اعتقد بعد بكره ان شاء الله. طيب ده بيخليني او يمكن كلامك بيخليني اقعد افكر معاك بصوت عالي في مساله اللي قلته بالظبط. انا راجل اعمالي قليله في الفتره الاخيره علشان انا مش بعمل اي حاجه، وعاوز طول الوقت ما تجريش في مكاني، عاوز طول الوقت تغيير. بالظبط. طيب التغيير ده مش انت اللي بتعمله؟ يعني توزيعك هو اللي بيعمل التغيير مش بس التلحين؟ لا مش انا لوحدي، احنا تيم مع بعض يعني كلنا بنكمل بعض.
بدايه من الكلمه واللحن، دول هما اللي بيدوني الفكره ان انا بكمل، باخد الكلام ده واكمله. وطبعا اداء المغني، وفيما بعد لو في تصوير، لو في اي اضافات فنيه ثانيه على الموضوع، كل عنصر من العناصر ليه اهميته زيه زي الثاني بالظبط. يعني ما فيش حد يقدر يعمل حاجه لوحده، والا كان كل الناس عملت اللي عايزاه يعني. طيب انا فاكر اتكلمنا مره زمان، كنا مثلا قاعدين وكنا بنتكلم من حوالي 13 سنه على فكره ميوزك فاكتوري او مصنع موسيقى. ليه ما نعملش مصنع موسيقى؟ مصنع موسيقى نقدر نطلع منه بموسيقى اكثر تطورا على مستوى اللحن، مصنع موسيقى نقدر نطلع منه بموسيقى اكثر تطورا على مستوى التوزيع، موسيقى اكثر تطورا على مستوى الشعر الغنائي او الكلمات اللي بتتغنى، مصنع موسيقى اكثر تطورا على انماط وطرق الغنى. بص يا يوسف، يعني الموضوع ده صعب، او ده يعني صعب التحقيق، لان يعني انت عشان يطلع شاعر كويس ده لازم يبقى تربيته مأثره فيه. يعني من الاول كان بيسمع لشعر، يعني اي حد سواء شاعر سواء ملحن سواء موزع، اي فنان في الدنيا رسام كاتب روائي ايا كان، لازم يبقى فيه الاول دخول معلومات جوه دماغه بتخش وتختلط مع بعضها وبعدين تطلع بحاجه. زي الاناء، يعني لو انت جايب اي اناء فاضي وتيجي تغرف منه مش هيطلع حاجه. لكن لما تفضل تحط فيه حاجات معلومات 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 كتيره بتسيح كلها مع بعضها وتختلط مع بعضها وبعدين تغرف منه فتطلع حاجه جديده، حاجه ميكس ما بين كل الحاجات اللي دخلت جوه الاناء ده. فالمخ نفس الحكايه، المخ عباره عن هنقول يعني حله مثلا، فاهم ازاي؟ بتحط فيها معلومات 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 وثقافه، وعلى قد ما انت بتثقف مخك وبتملاه بالافكار والمعلومات على قد ما انت بتقدر تطلع داتا. يعني في انبوت واوتبوت، صح؟ عشان يبقى في اوتبوت لازم يبقى في انبوت، صح؟ مفيش اوتبوت من غير انبوت، هيطلع فاضي. اوكي. دي ال يعني هي المصنع الحقيقي، ان احنا نعلم ولادنا من الاول في المدارس. زمان انا ايام ما انا كنت في المدرسه كان في عندنا اوضه موسيقى، انا اتعلمت المزيكا في المدرسه. ايوه. واحترفت المزيكا وانا في المدرسه، يعني وانا ما زلت في ثانوي انا كنت اوريدي بسجل مع عمرو دياب في اول البومات وثاني البوم ليه. ثاني. انا كنت معاه وانا كنت في المدرسه، كنت في ثالثه ثانوي. ها. فالزمان كنا بنتعلم، اتعلمت فكرة الشعر وقيمة الشعر في المدرسة، وتعلمت الأدب في المدرسة، وتعلمت الموسيقى في المدرسة. المدرسة كانت بجد بتعلمنا حاجات كتير غير العربي والحساب والجغرافيا والحاجات دي. كانت بتعلمك الحياة. لازم نعلم ولادنا، نعلمهم الثقافة فيطلعوا مثقفين. زمان كان في شغلانه اديب، كان في حد بيشتغل اديب. كان عندنا ادباء عظماء، ادباء كبار قوي، ماشي، يعني يقارنوا بادباء العالم وانجلترا زي شكسبير والناس دي. صحيح. عندنا طه حسين، وعندنا طه حسين والعقاد، يوسف السبع، يوسف ادريس، وتوفيق الحكيم، وعد يطلعوا 20 30 واحد على الاقل من القمم. ماشي. النهارده ما فيش عندنا الشغلانه دي، اختفت. دي حاجة يعني تزعل. فالمصنع الحقيقي بداية من الاهتمام بالطفل في السن صغير، ان هو يبقى مثقف فنيا وادبيا وعلميا وكل حاجة. يتعلم ازاي يعلم نفسه، مش بيذاكر عشان ينجح. يذاكر عشان صح. يتعلم. صح، 100% صح. بيتعلم علشان يتعلم، مش عشان ينجح في الامتحان. الكلام ده عايز قعده، مش عاوز تليفون. ما تيجي نقعد؟ يا ريت والله، بتكلم بجد. نقعد في البرنامج، وممكن حتى يبقى موجود معانا عزيز شافعي، يعني نقعد نفكر في مصنع الموسيقى يتفعل ازاي جوه المدرسه. وممكن نروح واخدين مدرسه نحولها لبروتوتايب. فتخيل مصنع موسيقى بتاع المدرسة. أنا أعلم في المدرسة دي على فكرة. لأ.
بجد طارق مدكور هيعلم جوه المدرسه؟ ما عنديش اي مشكله، بالعكس دي متعه بالنسبه لي، وانا هتعلم من ان انا بعلمه كتير. اذا فاحتكم الامر، احنا هنعمل جلسه تبقى لطيفه، قاعده لطيفه نتناقش فيها في البرنامج لو سمحت لنا ونورتنا وشرفتنا، ونقعد نتكلم. لا العفو العفو العفو، انا عارف ان انا حبيبك بصراحه، وانت حبيبي وانت عارف قد ايه، فانا اشكرك جدا، ده اولا، جدا 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 جدا، ومبروك على التعاون المثمر والبناء والمتجدد دائما مع سميرة سعيد، وسميرة سعيد كمان من الاصوات الحلوه والمغامره واللي ما بتخافش، يعني اللي هي بتقبل على الجديد طول الوقت طول الوقت. وبصراحه يعني هي يعني اخرت القرار في لحظه من اوكي والاغنيه تمام، ويا رب بس تعجب الناس، وان شاء الله يعني زي ما هي بطانه تبسط الناس كلها يعني. لا هتعجب، انا اهم حاجه عندي ان الناس تتبسط يعني. لا هتعجب جدا، وطبعا هنتبسط، ده مما لا شك فيه. ده طارق مدكور وسميره سعيد وعزيز شافع، الموضوع فيه هزار ولا ايه؟ الف 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 شكر ليك، نورتنا وشرفتنا، ويمكن من اجمل الحاجات اللي انا سمعتها مش بس المقاربه الفكريه، خد بالك من الجمله دي، المقاربه الفكريه، لان ده حقيقي. وبالمناسبه طارق مدكور مع حفظ اللقب طبعا هو مثقف حقيقي، يعني مش راجل بس هو جزء رئيسي في صناعة الموسيقى، وراجل مثقف.